بسم الله والسلام عليكم ورحمة الله. بعد فشل مشروع طائرة بدون طيار ألفا 18، تعود شركة مغربية PDA المتخصصة في إنتاج طائرات بدون طيار المدنية والعسكرية لإطلاق مشروعها الجديد الطائرة بدون طيار MA1 بالتعاون مع شريك جوي إفريقي. الطائرات باعتبارها نظاما صغيرا من الفئة الثانية بدون طيار يمكن استخدامها لأغراض عسكرية لتنفيذ مهام استطلاعية وجمع المعلومات العملياتية والاستخبارية والمراقبة والاستطلاع، مع إمكانية تزويدها بمعدات الحماية والتشويش الإلكتروني والاتصال. وبحسب وصف الشركة، تتميز الطائرة بسهولة الاستخدام وبقدرتها على الإطلاق ذاتي، حيث يمكن إطلاقها بمنجنيق خاص بها مما يسمح لها بالعمل في الخطوط الأمامية المتقدمة، ويمكن أيضا إطلاقها من على متن السفن البحرية واستعادتها لاحقا عن طريق مظلة مدمجة، كما يمكن تعديلها لتقلع من على مدرج الطائرات. تدفع الطائرة بمحرك أمريكي الصنع متعدد الوقود مزود بكاتم صوتي ومروحة منخفضة الضوضاء، مما يجعلها غير قابلة للكشف أثناء التحليق، إضافة إلى تطبيقات برمجية إسبانية الصنع. الطائرة قادرة على طيران 12 ساعة بحد أقصى بسرعة 90 كيلومتر في الساعة وحمولة 5 كيلوغرامات، بالإضافة لوصلة تحكم لمدى 100 كيلومتر مرتق ببيانات فيديو عالية الدقة وأجهزة استشعار عالية الأداء. المشروع حاليا في مرحلة تطوير النموذج الأولي مع إجراء العديد من الرحلات للحصول على بيانات الاختبار في العالم الحقيقي، ويجري حاليا تطوير هيكل الطائرة في مرافق الشركة، وسيبدأ اختبار طيران نموذجي لإثبات قدرات أنظمة الطائرة بعد تكامل النظم واختبار الأجهزة، حيث من المقرر تسويق طائرة مغربية MA1 هذا العام 2019. دمتم سالمين وإلى اللقاء.